سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته نادي التفوق والإبداع يرحب بكم في برنامج جديد وهو برنامج إنشاد شعري بصوت نغمي بلبلي أو من مزامير داودية فعلى هذا ينادي نادي التفوق والإبداع كل من له رغبة في متابعة هذا البرنامج الجديد الذي سوف يتولى بإلقائه الأخ محمد موديوسيسي عبر موقع نادي التفوق والإبداع برعاية فضيلة الأستاذ أبي بكر بولي حفظه الله علكم سوف تتمتعون بهذه الصوتيات البلبلية الميمونة فتابعونا في قناتنا عبر واتساب أو على صفحتنا في فيسبوك واليوتيوب واليوم سنقدم لكم قصيدة بعنوان يا أيها التلميذ يا أيها التلميذ خذ بنصيحتي لتنال في طلب العلوم كمالا احرص على طلب العلوم وحفظها كان الرجال بفضلها أبطالا وتعلما للعلم لا لشهادة ماذا تفيد شهادة جهالا فإذا دخلت الفصل فاجلس هادئا واطفى سريعا ذلك الجوالا أو دعه في صمت فذاك محبذ كي لا يرن فيحدث الولوالا واطرح همومك جانبا فوجودها في العقل كان حقيقة أثقالا ثم انتبه وإلى المعلم فاستمع فبه يحقق طالب آمالا واحرص على شرح المعلم إنه يعطيك فهما واسعا ومثالا وإذا اعتراك الشك فارفع أصبعا واطرح على ما قد شككت سؤالا راجع دروسك كلها في يومها وتجنب التأجيل والإهمالات واسهر الليالي قارئا ومراجعا صار الرجال بسهرهن جبالا وإذا أردت السهر قلل أكلك نام الليالي من غدا أكالا كن للمعلم مكرما ومبجلا ولئن أذلك دائما إذلالا فالعلم عز ليس بعده ذلة فاصبر على إذلاله لتنالا إن نلته تحظى بكل كرامة وترى إليك من الورى إقبالا اختر صديقا طالبا متفوقا واحذر تماما ذلك البطالا هو لا يبالي بالدروس وإنما يبغي حديثا فارغا وجدالا هو همه شاي لذيذ ساخن هو همه الفتيات من وللا فإذا أخذت بما ذكرت تحقق لك مستوى عال وفقت رجالا أرجو لك التوفيق أرجو دائما أرجو لك التوفيق أرجو دائما لك رفعة بين الورى وجلالا.